يمكن الموضوع اللي راح اتكلم فيه الان يشمل كل النساء ما عدا المعلمه، معلمه السواقه مهيره. شكرا. اظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيدتين تحاولان ركن سياره في احد مواقع السيارات في مدينه غلاسكو الاسكتلنديه، وتطلب الامر حوالي 17 دقيقه قبل ان تتمكنا من ركنها بالشكل الصحيح في النهايه. ويمكن مشاهدة السيدتين وهما تتبادلان مواقعهما بعد فشل الأولى في محاولة ركن السيارة لتتابع الأخرى مسيرة الفشل، ولحسن حظهما أنهما لم تصدما أي من السيارات المتوقفة في الشارع أثناء محاولتهما المتكررة. يا شوفي أشوف إيه؟ شوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان مع مساعدات خارجية وواحدة نزلت راح تعين الموقع ورجعت. لا لا فضحتونا ليش بس. لا حول الله. يعني مهيرة انتم ما تشوفوها لما كيف تركن بتفحيطة. اخيرا ركنت. طبعا الشباب في الجاليري عايشين حياتهم طبعا يتمسخروا ومفكرين انه كل الستات بهذا الاسلوب يعني. يا لا السواق الرائع يعني في سلو موشن اكثر من كذا يعني. خلاص على فكره بعد هذا الفيديو هاشتاج لا تمثلني بليز. انا بصور لكم يا جماعه وهي تركن شو كيف بتفحيطه والله تجيبها معلمه من جد. شكرا شكرا منك نتعلم يا استاذ. الله يخليك. والى الممثله والمغنيه البريطانيه جين بيركن التي طلبت من شركه ارماز نزع اسمها من على احدى اكثر حقائب اليد مبيعا للشركه المنتجه للبضائع الفاخره. طبعا هي كانت من أوائل المشاهير اللي سمت إرماز شنطة يعني خلفها، وذلك بسبب ما وصفتها بأنها ممارسات وحشية لاستيلاد وذبح التماسيح من أجل صنع هذه الحقائب، وطلبت أن يتم إزالة اسمها إلى أن يتبع ممارسات أفضل تتماشى مع المعايير الدولية لإنتاج هذه الحقيبة. وأضافت أنها وقعت على عريضة الرحمة للحيوانات التي دشنها الممثل خواكين فينيكس للتخلص من الجلود من خزانات الملابس احتجاجا على ملايين الزواحف التي تذبح سنويا وتتحول إلى أحذية وحقائب يد وأحزمة ومنتجات فاخرة أخرى. بعد شهرين من إعلان الممثل الأمريكي بن أفليك الطلاق من زوجته الممثلة الأمريكية جينيفر، انتشرت إشاعة تقول أن أفليك على علاقة مع المربية السابقة لأطفالهم الثلاثة. وأوضحت مجلة بيبل أن مقربين من المربية بيّنوا وجود غزل بين أفليك والمربية، وقامت جرانر بطردها بعدما ملاحظت ذلك الأمر. وبحسب موقع تي أم زي المهتم بأخبار المشاهير، رد أفليك بغضب على هذه الاتهامات بأنها باطلة ولا صحة لها، وأنه يسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المجلة الأمريكية. يعني بغض النظر باطلة أو غير باطلة، يعني في إن في الموضوع أولا، وبعدين ما راح يكون لا أول ولا آخر واحد كان عمل من مشاهير تحديدا هوليوود عمل علاقة مع المربي. اللي بتطلع كلامي يعني. هذا الواقع المرير. وإلى مشهد مدهش للسياح وهم يمرحون داخل أطنان من الأعشاب البحرية التي غطت الشواطئ في شرق الصين، حيث يقع شاطئ المد الأخضر شرق البلاد. الشاطئ هو أحد أو واحد من المنتجعات الساحلية المفضلة هناك، وقد تحول إلى اللون الأخضر بعد غزو الطحالب للمكان منذ عام 2007، ويرجع العلماء ذلك إلى أن التلوث الساحلي يحدث بسبب جريان الأسمدة ومياه الصرف الصحي، ما يوفر للطحالب المواد المغذية، وتصل كمية الطحالب إلى 20,000 طن كل عام، وهو ما يحتاج حوالي 10,000 متطوع لإزالتها.